بكم في فيديو جديد في لاشين ديالي وما يمرهونيش. اليوم جيتكم فيديو جديد. الناس اللي باقين ما مابونينش في لاشين ديالي هبطت ابوناو عاد تفرجوا في الفيديو، والناس اللي مابونيني مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو غادي يكون مختلف، وعندي ضيفة جديدة اللي غتكون معايا في هذا الفيديو اللي هي اختي بسمة. طبعا غادي تكونوا شفتوها في الفيديو الاخر ديال العيد، هي اللي كانت نعوسه نعسه. الفيديو ديال اليوم غادي يكون هو فيديو عباره عن كلمات شماليه ضد كلمات المدن اخرى داخليه. المهم انا غادي نكون كيف ما كتشوفوا لابسه داكشي ديال الجبالة والشمال وداكشي، غنكون هي الشماليه اللي غنعطي الكلمات الشماليه، وبس ما غادي تكون هي كتمثل المدن الاخرى. وبقاو مع لا فيديو باش تشوفوا الكلمات، غادي يكونوا عباره عن 22 اما 21 كلمه، وانتم الدور ديالكم تفرجوا في الفيديو وتشوفوا الكلمات اللي هما جدادين عليكم اول مره تسمعوهم، تخليهم لي في لي كومونتير تقولوا لي شحال من كلمه جديده عليكم في هذا الفيديو. ما نطولش عليكم ونبداو على بركه الله. واول كلمه غادي تكون هي نبيرة. الرطومه. قرع. مغروفه. معلقه. متشك. فرشيطه. ودابا غتبدا بسمة هي الاولى. بيضه. جعده. خزو. تشينكلا. صنداله. كاميسيتا. صبيطه. ترامبيا. طوبيس. بومبيروس. اكيد الحاجه اللي كناكلوها ليتشين. ليمون. ونبقاو في الماكله ونقولوا الجداد. جاج. واكيد عاود في الماكله فريسه. فراوله. احنا ما عارفينش شنو كيقولوا المدن اخرى الفريسه، زعما هي فراوله. عطينا التراديسيون ديالها وصافي. الدقوم. غريفو. زبوز او روبي. القيله. الشمس. كاين اللي كيقول لها الشمس. الشمس ماشي الشمس. الحاجه اللي فيما كنقولوها كيضحكوا لي تشيتشارو. جلبان. أولا الجلبان. ستيتو. صغير. هاد العايل ستيتو. هاد دري صغير. قبل ما أقول جاتني الضحكة. تشوبا تشوب. رصاصة. تشوباخة. لفاخة. قفت. منظر. أولا منظر. والحاجة اللي اختلفوا فيها العلماء اللي هي الليمون. دابا حنا كنقولوا الليمون والناس اخرين كيقولوا الحامض، والعكس حنا كنقولوا الليتشين وهما كيقولوا الليمون. الا لاحظتوا قبيله قلت انا الليتشين هي قالت الليمون. لا فيديو ديال اليوم هنا غادي تكون سالات، وكيف ما قلت لكم قبيله غتنزلوا لي كومونتير وتقولوا لي شني هما الكلمات اللي جدادين عليكم، وإلا ما كانت حتى شي كلمة جديدة عليكم ما عليكم إلا تقولوا لي شنو الكلمة اللي كتجيكم المعنى زعما كتجيكم ماشي لوجيك أو لا صعيبة أو لا شي حاجة بحال هيدا. كنتسنى لي كومونتير ديالكم، وكنتمنى لا فيديو تكون كانت خفيفة وظريفة على القلوب ديالكم، وحتى بسمة تكون كانت خفيفة على قلبكم اليوم. وإلا بغيتوني نزيد نبقى نعمل هاد النوع ديال لي فيديو ما تنساوش تدخلوها لي في لي كومونتير او لا دي فيديو مع بسمة حتى هي. غادي نخلي لكم انستغرام ديالي كما العاده في اول كومونتير. مرحبا بالميساجات ديالكم ومرحبا بكم في لاشين ديالي بالنسبه للناس جداد. ما تنساوش تابوناو. باي باي.